أداءها وحش جدا، يعني يكاد يكون سيء النهاردة من وجهة نظري. وهنيجي نتكلم في الناحية الفنية، صحيح. كنت يعني الوحيد البديل اللي اشتغل بشكل كويس عمرو جمال. مدير الكرة النادي الأهلي مبروك يا كابتن سيد، فوز كبير وفوز صعب، ورجال النادي الأهلي كانوا في الوقت المطلوب يا كابتن سيد. الحمد لله، طبعا الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على المكسب والحمد لله على الثنائية. يمكن الحمد لله رب العالمين من بداية البطولة، بطولة كأس مصر تحديدا، يعني واحنا مصممين على ان احنا نعمل حاجه فيها كويسه الحمد لله رب العالمين. يمكن طبعا ظروف الماتش واحداثه خلت للفرحه فرحه اخرى او فرحه اكبر، لكن الحمد لله طبعا على كل شيء. من حق كل اهلاوي ان هو دايما بقول كده، لازم تفتخر بناديك، لازم تفتخر بلاعبتك، لازم تفتخر بجهازك، لازم تفتخر بادائهم وشخصياتهم. انا فخور ان انا معايا موجود في جهاز مسؤول عن اللعيبه ديت بشخصياتهم وتفكيرهم. بقول لكل اهلاوي افرح من قلبك بجد، يعني ان شاء الرحمن باذن الله تعالى نقدر ان شاء الرحمن ان احنا نحقق بطولات ثانيه باذن الله تعالى. قلتوا للعيبه ايه ما بين الشوط الثالث والرابع بعد ما استقبلنا جون في وقت يمكن صعب شويه؟ صدقني والله يمكن كان كلامي معاهم كله يعني نهدى وهنكسب، يعني مفيش مشكله، مفيش توتر ابدا. كان فاضل حوالي بتاع 18 دقيقه، يعني 3 دقائق في الشوط الاول، في الشوط الثالث و15 دقيقه، وده وقت طويل جدا جدا. دايما الاهلي بيعمل حساب، او كل الناس بتعمل حساب للدقيقه 90 للنادي الاهلي، لكن كمان كل الناس لازم تعمل حساب للنادي الاهلي في الدقيقه 120، مفيش مشكله. يعني اخيرا الاهلي جمع بين بطولتين دوري وكاس، وده كان هدفنا، وبقالنا كتير ما بنحققش الانجاز ده. بالتاكيد ثنائيه السنه دي يا رب تتحقق دايما، لكن محتاجه شغل بالثلاثيه بقى ان شاء الله يا رب باذن الله. بالنسبه لافريقيا يا رب ان شاء الله الرحمن، لكن محتاجين شغل، هنشتغل اكتر السنه الجايه. الفرق كلها، الفرق المصريه دعمت صفوفها بشكل كويس، في فرق دعمت بشكل كبير، وفي فرق غيرت فرقها اصلا، يعني فبالتالي انت مطالب ان انت تكسب، مطالب ان انت تشتغل كويس قوي، تركز جامد جدا عشان اللي جاي هيبقى اصعب بالتاكيد. مبروك يا كابتن. شكرا. لسه مستمرين معاكم، وهيبقى معايا دلوقتي كابتن حسام البدري مدير فني النادي